طلعت بنية بالتلفزيون اسمها رغد صدام حسين. ايه. واخواتها ميتين وابوها ميت مقتول ورجلها. زين. اهتزت الشوارب كلها اهتزت خوفا. شلون هاي تطلع بالتلفزيون؟ اشتغلت اجتثاث البعث، تجديد اجتثاث البعث. ثقة بنفسنا ماكو يا اخي. زين احنا كنا واجهنا صدام في عسقوته، شنو هسه خايفين احنا؟ على اي اساس نخاف من البعث او من رغد بتصدام حسين؟ فاكو ازمه بالعراق والازمه يجب ان تتعلم. يعني تعتقد هذا يعني هاي البنيه هو يعني انت حلو هذا المصطلح مالتك، هاي البنيه اليتيمه الفقيره لابوها يمكن بعد اسبوع تقول مستحقه راتب بالرعايه الاجتماعيه. ما يصير يا اخي، خافوا الناس هسه رجع اجتثاث البعث كما كنت كانما تونا داخلين العراق، شلون النتيجه شلون؟ وهذا تخلق لك جحافل من الاعداء. وتدري حضرتك داعش الان دا تفتك بالعراق، ترى داعش رجعت تنشط بشكل قوي، دا تشوفك وفراغات امنيه وفراغات بالكذا، ونقولهم يا ابا ترى داعش لا تزال، والمكونات لداعش لا تزال قائمه، الاسباب اللي تكونت بسببها داعش لا تزال موجوده، طائفيه سياسيه والفساد والاقصاء والتهميش والى اخره، لا تزال موجوده. ما يسمعون يا اخي. يعني تعتقد دكتور بعد يعني كل هذا الذي انت تقول، انا اخي استاذ نجم، نعم. انا استبشرت خير، انا طرحت مساله مؤتمر وطني عراقي للقوى السياسيه للحوار، فاستبشرت قبل سنه، قبل سنه هذا الكلام انا حكيته اي، وبقيت ادق بي، فاستبشرت خير من مصطفى الكاظمي، قال والله احنا نريد حوار بيناتنا. قلت والله هاي يا اخي الحمد لله هالمره صابت القضيه، شو هذا ما كله حوار ولا حكي ولا اول ولا ثالث.